صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2021 بتعيين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيدة دينا علي الغواص مديرا لإدارة التدريب والتطوير الإداري، السيدة لميس إبراهيم الحصار مديرا لمكتب إدارة الدين العام، السيد حسن صلاح ساتر مديرا لإدارة عمليات التمويل، السيد علي جاسم علي مديرا لإدارة المدفوعات والتحصيل، السيد عبد الله أحمد عبد الله ضيف مديرا لإدارة تطوير الأنظمة المالية، السيدة رغدان صالح قاسم عبد الرسول مديرا لإدارات سياسة الإيرادات العامة، السيدة ليلى حسن أحمد علي مديرا لإدارات الموارد البشرية والمالية، الشيخ فراس بن عبد الرحمن الخليفة مديرا لإدارة العلاقات الدولية، الشيخ راشد بن محمد آل خليفة مديرا لإدارة الاستثمارات الحكومية، السيدة فاطمة محمد القحطاني مديرا لإدارة الميزانية، السيد إبراهيم أحمد كمال مديرا لإدارة المشاريع.